يو واتساب ما فاميل، جيسبيغ كلكم دوك 6000 واحد كامله تكون على خير وبخير. صافي الا كنتي انت ولا انت اول مره كتفرج فيا، ما عليك غير تضغط لحظه تطلع واحد الزر تاع الاشتراك ولا سبسكرايب ولا ابوني، غير تبريك عليا باش وليت انت من ضمن العائله ديالنا. صافي دير داكشي دابا، من بعد عاد نكملوا هذا الفيديو. كيما شفتو كنت حطيت لكم لي بوست على انستغرام وقلت لكم شنو بغيت فيني نلعب في لاصال والتريني، ونعطي لكم لي زانفو على داكشي كامل اللي غنخدمو. الاغلبيه منكم كانوا قالوا باللي التريني صدر. صافي الا ما كنتيش ندير سبسكرايب دير ابوني في انستغرام، غتمشي لهاد الانستغرام تاعك هنا ولا هنا ودير فولو باش تما تبقى تعرفني شنو كاين في الجديد، وتعرف شنو غادي ندير في الفيديو قبل ما يتلاحسوا في يوتيوب. المهم قبل ما نمشيو للاصال نوريكم شنو غادي يكون بليزير طابيطه باغيطه في ليزيكزاكس نتاع الصدر، باش نعطي واحد لافورم ولا فورم اللي بحال هكا، نقول واحد البلان واحد شي ميساج لواحد الساط اللي فريمون حاس براسو بزاف، اللي كان قال في واحد لافيديو ديالو لحو شحال هادي واحد الهضره اللي عاد قالوا لي الدراري عليها، دخلت تفرج لها ودخلت وشفت داك الهضره اللي قال. نخليكم مع داك الهضره باش تسمعوا كاملين شنو قال، باش ما نقولوش باغي نطلعوا على دار بنادم، تسمعوا بعدا وعاد نجيو نكمل. الو عليكم الدومين ديال الفيتنس فاش بدا كان كاين والو، جيت انا حليت الباب جيت انا الاول، بدا كيجي بنادم وراه، كيجي واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد، ياك ايه وما عارفينش بانني لا طحيت انا غير كلشي. المهم كيما كتشوفوا فيديو هذا السط هذا كيقول بلي انا هو لو بروميير بيرسون اللي بدا سور يوتيوب واللي بدا في المجال تاع الفيتنس في المغرب، وقال لك بدا كيدير كابسول فوق كابسول فوق كابسول، قال لك لا حيد هو غيطيح كلشي. انت اخويا راك ماشي هو سيدنا ادم، بالعكس انت كون يوتيوبر اللي عنده واحد الناس بزاف اللي متابعينه، خاصك تشجع صاحبي المتابعين ديالك بانهم يبداو في هاد لو دومين تاع الفيتنس، ماشي ديمونتي لي بنادم، بالعكس خاص ديما اي حاجه كديرها في الفيديو تكون بوزيتيف اصاحبي، ما عمرك تخلي بنادم انه يفكر نيجاتيف وهو كيتفرج على الفيديو ديالك. سو ماشي درتو في لامينيال شوف انني باغي نطلع على ظهرو، وانما بغيت الميساج يوصل له ويشوف هاد لا فيديو هادي، يعني الا كان عندك ولا كنتي عشيرو معاك غير تصيفطو لا فيديو باش يشوف وشويه يصلح راسو، حيت داك الانسان كيحاول انه يبي راسو هو زعما هو لو توب اللي كاين كاع في الناس في المغرب، ولكن بالعكس كاينين دراري كنعرفهم حق الله الا صغارين فلاج عليه، ماشي زعما ضروري انا بنادم يكون قل منك فلاج ولا قل منك في لافورم، يعني راه ما كيعرفش يلعب، بالعكس راه كاين دراري كيما قلت لكم صغار منو وحق الله تجلس معاهم عندهم دي زانفو صاحبي راه الهربه الهربه. المهم علاش ما نكبروش الفيديو على ودو هو وسبيسيال ديديكاس راهي ماشي باغي تطلع على ظهرو. المهم هذا غير ميساج صغير ليه، صوم مشيو لاصال ونترينيو باش ندير واحد البومب زوينه وتستافدوا حتى نتوما كيما قلتوا لي سيغ انستغرام. يلا مشي. اول حاجه هي انك خاصك تسخن مزيان في العضله نتاع الصدر، علاش؟ حيت خاصك تجنب الاصابه اللي ما خاصهاش تصابك في هذه المرحله اللي كتمرن فيها باش ما تاثرش عليك من بعد وما يتمزقوش العضلات ديالك. المهم تبقى ايطاب باغيطاب تزيد في الوزن ديالك حتى توصل لو ماكسيموم ديال البوا اللي غتلعب به. حتى الاكثر حاجه كيما شفتوا بدينا بالعضله السفليه من الصدر، هي اول حاجه لعبنا بها اللي كيما شفتوا غادي نوصل الماكسيموم البوا اللي غادي نلعب به اللي هو 120 كيلوغرام زائد لابار قول 140 كيلوغرام، هذا هو الماكسيموم ديالي اللي غادي ندوز موراه الحركه الثانيه اللي غادي تكون غتلعب في لا ماشين اللي شفتو دابا، ولا غتقدر تلعبها كذلك في لابار بلا حيت نفس الحركه كيلعبوها بجوجهم. وغتحاول تلعب بالاوزان حتى هي توصل لو ماكسيموم ديالك بحيث يكون ربعه السيريات في الاولى اللي كنا لعبنا بها لابار ديكليني لتحتها، وفي هاد لا ماشين هادي اللي تقدر تعوضها يا بليزانتير في بلا ولا تعوضها بلا بار في البلا، وتوصل حتى لو ماكسيموم ديالك في ربعه ديال السيريات اللي غدوزو لثالث حركه اللي غتلعبوها هي الاكارتاج بليزانتير، وماشي اوبليجي انك تكثر من البوا بحال السيريات اللي لعبنا قبل، وانما خاصك تخدم الصدر مزيان بحيث انك ترخي اليدين ديالك حتى لاقصى ما كاين وتعاود تجمعهم بحيث ما يتلاقاوش داك الجويجات نتاع ليزانتير، ما خاصكش تلاقيهم بزاف تيقربوا يتلاقاو، وتعاود تهبط ثلاثه السيريات اللي غادي تلعب فيهم 12 12 10، وغدوزو للمرحلة اللي هي غادي نلعبو فيها العضلة العليا من الصدر بحيث غادي تلعب هاد لاماشين، ولا كذلك غتقدر تعوضها بلا بار في العالي ولا بليزانتر في العالي، يعني كيبقى لك الاختيار نتايا اللي غيكون ربعة السيريات وتا هما سيغي بلاغ سيغي، غادي تزيد في الوزن اللي كتلعب به بحيث غادي يجي اخر تمرين اللي هو التمرين اللي غادي نحتل اللي غنلعبو فيه العضلة العليا من الصدر ولكن من الوسط.
كارس؟ نعم. دابا هذا شنو هذا؟ المرحلة. هذا هو المطر الأولى. المطر الأولى. شنو خاصها دابا المطر الثانية؟ شنو أخويا كاين في هذه؟ خوي دماء. اللي في خوي دماء؟ نعم. تا خوي دماء. هذا راه الدود هذا. دود القزر. هذا هما الدودات اللي في قاعك. كارس تعطل علينا أخويا هذا شنو نديرو معاه؟ خاصنا نهبطو عندو. نهبطو لطبسيلة ولا بلاش؟ نعم. ها؟ نبقى نضربو ونطلعو راه خصنا نبقى جبنا الماكلة تا نضربو دابا شكون اللي هبط عندو انا ولا انت؟ انا مرحبا كنت غادي نجي ما يلا كنتي عندك الله يرحم الوالدين بوا خاصنا نحطو هذا الشيء دابا عشت بكبران اخي انس دابا هو جاب لك العيبات كدا خبيز هتاكل الخبز الخبز خذ البيتشوب سميتها كيتشوب بيتشوب سميتها بيتشوب سميتها كيتشوب واحد مرة كنت مع الاخر قال له اعطاني المايونيز الحمراء خريش قال له هذه مايونيز حمراء صاوا الدراري على مين كملوا الماكله ورجع عليكم تخاطرت انا وهنس على شكون الى كلاه هذه كامله كلاه هادشي كامل بخطره وحده غير يطلب اللي بغى سير اخي انس وما تضيعش الكاميرا راه باتري فابل كلشي 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 ما تعطلش كلشي دوز عليها كامله كلها هذا شكلها كامله هكذا سير انس الكاميرا غتفاجئ كلها تتسرط او ماي جاد واو ولكن كريس لا لا باقي باقي كلشي غزو يمشي غي انس واش غادي نقول لك ها اللي غتدي مني الاحساس ديالك وانت باكل كيلو د الحاره كيحسيتي قاصح وانا هنا في صحاب الرجال رجال انتما ما كتحرحروش اه شرب شرب مي اشرب